عادة الصحابي يروي عن الرسول، عن أبي هريرة قال رسول الله، عن ابن عمر قال رسول الله، عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله، لكن الآن قال رسول الله قال تميم الداري صحابي لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث عن صحابي من أصحابه. فما قصة تميم الداري؟ تميم كان رجلا نصرانيا، ما كان مسلما، خرج في وسط البحر هو وثلاثين رجلا من لخم وجذام من العرب، خرجوا في وسط البحر في سفينة من السفن. والقصة والرواية الآن تنقلها عن الرسول فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس تقول كنا في بيوتنا فسمعنا المنادي، منادي رسول الله يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، تقول فذهبنا إلى المسجد فصففت مع النساء في صفوف النساء والرجال في المقدمة طبعا. تقول وبعد أن صلينا قال النبي الزموا أماكنكم، كل واحد مكانه، فإني قد سمعت حديثا حدثنيه تميم الداري يوافق ما كنت حدثتكم به من قبل، كنت قايل لكم هذا الكلام من قبل، الآن جاءني تميم يؤكد ما ذكرته من قبل. فماذا قال تميم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا نصراني صار صحابي أسلم بعد الحادثة هذه. يقول كنا في وسط البحر مع 30 من الرجال من لخم وجذام، أناس ما هم مسلمين. يقول فلعبت بنا الموج شهرا، شهر في وسط البحر ما يستطيعون الخروج منها، رياح، أمواج، عواصف. يقول حتى نزلنا عند جزيرة من الجزر ما يدرون وين هذه الجزيرة أصلا، ولحكمة أرادها الله أنهم ما يدرون وين هذه الجزيرة، لعبت بهم الموج حتى وصلوا للجزيرة ما يدرون وين هي. يقول فنزلنا في أقرب السفينة، يعني القوارب الصغيرة، نزلنا فيها حتى غربت الشمس ودخلنا. بعد غروب الشمس دخلوا إلى هذه الجزيرة، بدأ الليل، الجزيرة غريبة، المكان مو معروف. يقولون فوجدنا 30 رجال، يقول فوجدنا فيها دابة أهلب، دابة الأهلب يعني ذات شعر كثيف، كلها شعر، ما سموا الدابة، مو عارفين شنو هذه، حيوان غريب. يقول لا يعرف رأسها من مؤخرتها من كثر الشعر اللي فيها، يقول ما عرفنا وين رأسها وين مؤخرتها، كلها شعر. يقول فلما اقتربنا منها تكلمت، يقول خفنا، الدابة تتكلم ككلامهم، شيطان هذا. فقلنا لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة، الجساسة ربما التي تجس الأخبار، تأتي بالأخبار لمن هو داخل الجزيرة ومن داخل هذه الجزيرة. قالت أنا الجساسة. قالوا من أنت وما خبرك؟ قالت اذهبوا إلى ذلك الدير، مكان عبادة مثل الصومعة، اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيها رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، يبي أي واحد يجيب له الأخبار. يقول تميم الداري يقول فسمت لنا رجلا، قالت اسم واحد منا، يعني أشكرة قامت تتكلم بأسمائهم، قالت اسم واحد يا فلان اذهب أنت ومن معك إلى هذه الصومعة الدير مكان العبادة فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، روحوا روحوا يعني الأمر مو عندي، عند اللي هناك. 30 رجل مو شوية، مشوا حتى وصلوا إلى ذلك الدير. يقول فلما دخلنا وجدنا رجلا لم نر مثله في عظم الخلقة، رجل عظيم جسمه، عظيم الخلقة. يقول يداه مغلولتان إلى عنقه، ومن من كعبيه إلى ركبتيه ملفوف بالحديد. تخيلوا رجل مقيد بالحديد والأصفاد، مقيد داخل هذا الدير، الله أعلم من الذي يطعمه، ربما الدابة، كيف يعيش الله أعلم، ليش محبوس الله أعلم، من الذي حبسه الله أعلم. يقول فلما دخلنا عليه قلنا من أنت؟
قال قد عرفتم خبري فأجيبوني. أنتم الآن خلاص قدرتوا علي، أنا ردوا علي الآن، أنا راح أسألكم وأجيبوني. من أين أنتم؟ قالوا نحن من العرب من بلد كذا وكذا. قال إني سائلكم فأجيبوني، أخبروني عن نخل بيسان. قالوا نخل بيسان، وعن أي شأنها تستخبر؟ قال هل انقطع ثمرها؟ للحين فيها ثمر أو انقطع الثمر؟ قالوا لا زال فيها ثمر. قال أما يوشك أن ينقطع ثمرها؟ ثم سأل أخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء. قال أما يوشك أن يجف ماؤها؟ قال أخبروني عن عين زغر في الشام هذه. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء ويسقي الناس منها؟ قالوا نعم فيها ماء ويسقي الناس منها، يوشك أن يجف ماءها. أسئلة غريبة أليس كذلك؟ ثم قال لهم أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ علامات الثلاثة الأولى ما ظهرت. الرابعة أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ قالوا نعم ظهر، وخرج من مكة ونزل يثرب يعني المدينة. قال أقاتله العرب؟ قالوا نعم قاتلوه. ماذا صنع؟ قال ظهر عليهم. قال تميم ظهر هذا النبي على العرب. فقال هذا الرجل الآن اللي محبوس بالسلاسل والقيود، قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه. شوف هذا الرجل شو يقول، خير للعرب أن يتبعوا هذا الرجل. سبحان الله. الآن هؤلاء الناس فزعوا، اشترى ومن أخبره، شنو هذه المعلومات الغريبة العجيبة؟ فقالوا له ومن أنت؟ من أنت؟ قال أنا الدجال. أنا الدجال. رآه من؟ تميم وأصحابه. قال أنا الدجال مربوط في قيود في دير معبد في جزيرة من الجزر في بحر من البحار، الله أعلم أين هو. قال أنا الدجال يوشك أن أخرج فيكم، أي اقترب زمن خروجي. قال فلا أدع موطئا في الأرض إلا أطأها في 40 يوما، 40 يوم راح أخرج، ولا أرض في الدنيا إلا وأطأها أدخلها إلا مكة والمدينة. يقول تميم خرجنا ركبنا السفينة بسرعة رجعنا. تميم ذهب مباشرة إلى المدينة إلى رسول الله، ومباشرة دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن إسلامه، يعلن إيمانه بهذا النبي، ودخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقص عليه القصة. فلما سمع النبي بالقصة واستبشر بإيمان تميم قام للصحابة يقص عليهم ما ذكر تميما، ثم كان بيد النبي عصا فضرب بالعصا المنبر، ضرب بالعصا المنبر وقال لأصحابه هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، أي التي أخبرتكم عنها أنه لن يدخلها الدجال، هذه مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة فاطمة بنت قيس تبين لنا أن ابن صياد الذي ذكرنا قصته ليس هو الدجال، لأن فاطمة وحديث تميم الداري يدل على أن الدجال مربوط في جزيرة، وكان هذا ابن صياد طفل غلام عند اليهود، إذن هذا يختلف عن هذا. وربما كما ذكر البعد هذا شيطان وذاك إنسي. والسؤال هل بقي الدجال المحبوس في الجزيرة إلى اليوم 1400 سنة؟ ربما ظهر ذلك كان شيطانه ثم اختفى، ربما كان قرينه تمثل للناس ليتبين الناس أمره، ربما وربما وربما هو الدجال. ويستثنى من الحديث أنه لا يبقى على رأس 100 أحد على وجه الأرض ممن خلق الله،
الله أعلم بهذا الأمر كله، لكن تميما رآه والنبي صدقه وأخبر بذلك الناس ليعلمهم بقرب خروج هذا المخلوق الذي اسمه الدجال. ماذا سنفعل؟ وكيف ننجو؟ وما هو الحصن الذي نتحصن به من ذلك الدجال؟ هذه كلها معلومات سوف نعرفها بإذن الله عز وجل. لكم خلكم وإيانا بإذن الله عز وجل.